أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والحين جولة سريعة على موقع تويتر إذ نشط اليوم هاشتاغ بعنوان تعلمت من تويتر. ناجو العنزي غردت كيف أتكلم بجرأة لأدافع عن الحق والمظلومين، والتغريدة الثانية لميمو أنه فعلا خير الكلام ما قل ودل، وأن اختصار الفكرة في عدد قليل من الأحرف يجعلها أقوى. أما طيف القحطاني فغردت أن أوجز في عبارتي ولا تتعدى 140 حرف خلاف أي مكان، تعلمت منه أن هناك من ينشر أشياء جميلة نستفيد منها وهناك من يدمر الأخلاق. ومن تويتر إلى يوتيوب وفيديو يعرفنا على كيفية توضيب التيشيرتس بطريقة سريعة. كيف تصفط البلوزة بشكل سريع؟ نمسك الرقم 1 ونشكل خط وهمي للرقم 2، نمسك منتصف الخط عند الرقم 3، نضع الرقم 1 على الرقم 2 ونمسكهما سويا، نسحب الرقم 3 للخارج ونثنيها. وإلى صفحة سيدتي نت على الفيسبوك ننتقل، إذ ابتكر الشاب أنيش بابات المتخصص في الرياضيات نوعا من الشوكولاتة يمكنه مساعدة ذوي الوزن الزائد على التخلص من ذلك الوزن، كما أن العديد من الأشخاص يعانون من وزنهم الزائد وحبهم الشديد للشوكولاتة يمنعهم من فقد الوزن، لذا فإن ابتكاره يعد بمثابة طوق النجاة لهم. ومن صفحة سيدتي نت على تويتر اخترنا خبرا يبين طرق كثيرة لتبييض الأسنان، منها ما يحتاج إلى طبيب متخصص مثل طريقة تبييض الأسنان بالليزر، وأخرى بسيطة تحتاج إلى متخصص ويمكن القيام بها في المنزل باستخدام مكونات طبيعية، ويمكن استعمال هذه الخلطات يوميا أو يوما بعد يوم قبل غسل الأسنان بالمعجون باستمرار حتى تصل إلى أسنان بيضاء ناصعة. المزيد من التفاصيل عبر زيارة صفحات سيدتي نت. أما الآن فلننتقل لعالم الموضة، وفي التقرير التالي نقدم لك سيدتي فكرة عن آخر صيحات الموضة العالمية لصيف 2013. يحمل الموسم الجديد صيحات عديدة وجديدة، منها ما هو عصري ومميز ومنها ما هو مبالغ به، ولكي لا تحتاري نقدم إليك سيدتي أبرز ثلاث صيحات عملية يمكن أن تضعيها في دولابك هذا الموسم. السراويل أو الشورتات القصيرة موضة أساسية فرضت نفسها على منصات ربيع وصيف 2013، إنها موضة عصرية وتمنحك الراحة والحيوية في مختلف أوقاتك. يمكنك أن تنسقي هذا الشورت مع تيشيرت قصيرة لكي تعكسي نظرة عصرية على إطلالتك، أو مع قميص وسترة لكي تمنحي نفسك نوعا من الكلاسيكية الحيوية. هذا الأسلوب رائع جدا هذا الموسم. بعيداً عن الألوان الصيفية الصارخة الرائجة هذا الموسم، أطل مزيج اللونين الأبيض والأسود المتناغم والمتناقض في الوقت نفسه. صيحة مميزة تعكس رقياً وكلاسيكية على إطلالتك المميزة هذا الصيف، فلا تترددي في تبنيها. موضة السترة القصيرة أو البليزر فرضت نفسها على دولابك هذا العام أيضاً، فالعبي مع هذه الصيحة الجميلة على تناقض الألوان لكي تطلي بلوك عصري وحيوي. فاصل مشاهدينا ونواصل فقرات سيدتي. تابعونا في فقرة أسبوعية جديدة تهتم بالأناقة. شكلك سكر تعرفك على أحدث أفكار الموضة وتطلعك على نصائح الأناقة والمظهر من أبرز أسماء الموضة العالمية.
بالإضافة إلى فرصة الحصول على خصم بقيمة 72 ريال عند شرائك بقيمة 360 ريال سعودي من موقع سكر.com، الموقع الأبرز للتسوق عبر الإنترنت والذي يزودك يومياً بأحدث صيحات الموضة من أشهر دور الأزياء العالمية. وبدك تكوني شكلك سكر؟ إذا طلعتوا على الموقع سكر.com حطوا special promo code SUKERTV وبيطلع لكم 20% خصوصي للمشاهدين تبعت شكلك بسيدتي. تابعينا كل ثلاثاء في برنامج سيدتي في فقرة خاصة مع سكر، وتذكري سيدتي تأنقي بآخر موضة بأوفر الأسعار مع سكر.com. سيدتي بعد الفاصل، منطقة الراحة تساعد على تغيير نمط حياتكم ووضعكم الاقتصادي.